لاجئ يعادي اللاجئين ويطالب بترحيلهم من ألمانيا، وينضم لأكثر الأحزاب عنصرية ومعاداة للأجانب في أوروبا. كيفورك ألماسيان شاب سوري من أصول أرمانية، هرب أجداده قبل 100 عام من أرمينيا واختبأوا في سوريا وعاشوا بين أهلها، وذلك إبان مطاردة العثمانيين لهم. يعمل ألماسيان صحفيا ومحللا سياسيا بقناته الخاصة على يوتيوب. درس العلاقات الدولية في جامعة القلمون الخاصة بدمشق. عام 2011 اختارته الجامعة للمشاركة في أكثر من مؤتمر عام وقت اندلاع الاحتجاجات بسوريا. بدأ يروج نفسه على أنه محلل سياسي، وتنقل بين عدة دول لحضور مؤتمرات وندوات، وكان يتبنى وجهة نظر الحكومة السورية، ويؤكد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد مستقرة، وأن أزمة اللاجئين السوريين مختلقة من أعداء الحكومة السورية. حتى فاجأ من حوله عام 2015 بتقديم طلب لجوء في ألمانيا. بعد وصول الشاب السوري إلى ألمانيا بخمسة أشهر فقط، انضم إلى حزب AfD المتطرف، يعادل الحزب الإسلام علناً، ويهدف إلى ترحيل الأجانب بما فيهم اللاجئون لبلادهم. يطالب كيفورك اللاجئين السوريين بالعودة لسوريا التي أصبحت بنسبة 70% بلداً آمنة بحسب قوله. في الوقت نفسه لا يفكر الشاب اللاجئ في العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، بزعم أنه يكتسب المزيد من الخبرات ليفيد بها بلاده عند عودته إليها. شاركنا برأيك، هل أمثال كيفورك قادرون على التأثير فعلا بالسياسة العليا في ألمانيا؟